على الرغم من موقعها القريب من سد نهر الفرات ومضخات المياه، تعاني قرى ريف الرقة الجنوبي والممتدة من قرية أبو قبيع وصولا إلى الطبقة غربا، تعاني منذ 8 سنوات من انعدام توفر أبسط مقومات الحياة كما الشرب والكهرباء والمحروقات ومادة الخبز. والله ميتين، والله ميتين، دحج قال الهدوم شلون هن ودحج حالتي، مي يريد نغسل على حالنا ما نلقاها، والله العظيم وكرهب القالها ما بي، إن جت الصبح 5 دقايق وإن جت القالها العصر تجينا شدانة ما بي، والله والله لا براريل ولا ميت باردة ولا كل شيء بالدنيا القالها متهنين بيه. تقاطع الحدود الإدارية بين الطبقة والرقة زاد من معاناة الناس، فلا مجلس الرقة المدني يخدم المنطقة ولا مجلس الطبقة، وزد على ذلك تقاعس المنظمات بالذريعة قرب القرى من مناطق سيطرة النظام. راحنا على مدير المياه بالمنصورة، ما لبونا طلب، لحد الآن ما لبونا طلب. راحنا على الوزير، راحنا على العلاقات العامة، حولونا على وزير المياه، حولونا عليه، ما استفدينا شيء نهائيا، ما حد رد علينا. منظمات ما حد ساعدنا لحد الآن، ما بمنظمات تساعدنا. مياه غير صالحة للشرب تحمل في صهاريج إلى القرى وبنظام دوري مأجور لتصيب الأطفال بأمراض عديدة، ومع غياب القطاع الصحي تزداد الحياة المعيشية سوءاً. صارنا اليوم 8 سنين مقطوعين المي، ما شفنا المي خالص، نشتري المي بالمصاري، تقريباً البرميل يكلف في 150 ليرة البرميل الواحد. البرميل يعني أحياناً تجي المي نظيفة يا تجي عكرة، يعني نشربها يعني ما تجي نظيفة المي. مجلس الرقة المدني وعد الأهالي بالاستجابة لكافة الشكاوى والمتابعة الجيدة لها عبر تقديم الخدمات المطلوبة بعد ترميم الطرق المؤدية إلى الضفة الجنوبية من نهر الفرات. تصل بعض الشكاوى إلينا بسبب تداخل المناطق الإدارية بيننا وبينهم، ومع ذلك يقوم مجلس الرقة المدني ووحدة المياه بمجلس الرقة المدني بتقديم الدعم اللازم لهذه المناطق من تقديم الورشات وتقديم خطوط، فالمياه الآن تصل إلى جميع مناطق الرقة الجنوبية إضافة إلى المناطق المتداخلة مع ريف الطبقة المجاور. شكاوى كثيرة قدمها الأهالي للجهات المعنية والمجالس المحلية دون أن تلقى آذانا صاغية إلى الآن، ولسان حالهم يسأل كيف أصبحت أرض الخير جدباء.